إذا بقي الحال على ما هو عليه، هل برأيك أنه يعني الرابطة وهذه الأسماء الكبيرة متواجدة سيرضون يبقون جسرا حتى أنا بس أكون أرشح أرشح بالانتخابات، أو حتى بالأخير إذا اعترض أني صوتي ما مسموع، كل يعني واحد بالهيئة العامة من أصل 82 إذا بقى هذا الرقم اللي اتفقوا عليه بالأخير؟ يعني بصراحة هذا الشيء محزن إذا فعلا هذا كان اللي بداخلهم. يعني أنا ما حقق الشيء كرئيس رابطة أو مدربين أو لاعبين أو نقابة نقول الرياضيين، شلون أنا جاي أرشح للاتحاد؟ أنا أبسط الأمور ما أقدر أسهل أو أقدم شيء، شلون راح أجي أنجح بالاتحاد؟ للأسف قلت لك هو الآن الصراع على المناصب، قلت لك سهولة حصولك على منصب الآن أسهل شيء هو يمر ببلدنا وبالعراق في أي مؤسسة، فالكل تصارع الآن على المنصب مع الأسف يا أخي، ما حد يفكر كيف أني أجي أنهض اختار الشخص المناسب اللي يقدر فعلا هذا ينجح الكره لكن... العراقيه او يشيل هذا الواقع المهم. طيب